أفالانش رهيبة صارت قدامنا هلا. هذا هو الجابانيز كولوا. و صدقوني قرار صعب كثير. فعلا ما بعرف شو بدي أعمل. الأربعاء 23 حزيران يونيو 2004 ساعة هلا 6:30 ترمي العشاء. أنا عانيت كتير على المجي، كان الطقس عاطي اللي عم تتلج كل الوقت. صرنا أكثر من 4 ساعات ماشيين، العاصفة ما قلت ولا لحظة، عم تصير أصعب وأصعب. بس المشكلة معي كانت إنه صبابيتي ما كانوا غورتكس، و النعل تبعهم معمول للتراب مش للتلج، وأكثر من هيك مهري. وصلت لهون كان عم بيوجعني راسي كتير، مثل ما شايفين كل أغراضي منشورة بالخيمة وراي لأنه كلهم مي من التلج، حتى بالكيس فات عليهم مي. رح جرب بلا أروح أكل شوي أشرب شوي وجرب نيم. معنويات كانت كتير منيحة لمبارح، اليوم أكلتها كف مرتب. اليوم 23 شهر، نحن بقيين هون لأربع وعشرين شهر جاي، يعني شهر ونهار تنتسلق هالجبلين جاشربروم 1 و2. ان شاء الله خير، مع انه هلا يعني المعنويات منا كل هالقد. هيدي مكنة اسمها فولس اوكسيمتر، بتقيس النبض، نبض القلب، وكمان أهم شيء نسبة الأكسجين بالدم. رح نشوف هلأ لما أتنفس أكسجين نقي من الماسك من القنينة كيف تكتر نسبة الأكسجين بدمي بهالمكنة هيدي. نحن بهالبعثة هيدي هدفنا انه نوصل لجاشربروم 1 وان الله راد جاشربروم 2 يلي هن جبلين بفوق 8000 متر بدون اكسجين، ولكن رح يكون معنا انيني اكسجين بس لحالة طوارئ، يعني بس اذا حدا فعلا عم بيعاني على الجبل ولازمه هالشي رح بيستعمل هالشي. طبعا انا هدفي ان الله راد اوصل لواحد من هالجبلين يلي بفوق 8000 متر بدون ما استعمل اكسجين. اليوم عيد كبير هون بمناسبة عيد الأغا خان، بقى هون الجماعة الإسماعيلية وبقية الجماعة عاملين حفلة طويلة عريضة من هلا لشي ساعة هون بالمخيم الأساسي. الحمد لله الطقس عظيم مثل ما شايفين، ولكن وصلنا خبر إنه نهار 16 الشهر واصلة عاصفة قوية كتير مع جيت ستريمز ومع تساقط ثلوج كثيفة جدا وهواء قوي كتير كتير.
ضروري ضروري انه نهار 16 الشهر او لما توصل العاصفة ما نكون على الجبل. وقرر رالف رئيس البعثة انه بكرة 12 الشهر نطلع على المخيم الاول، بعد بكرة 13 مخيم الثاني، 14 مخيم الثالث، و15 جرب نطلع للأمي إن الله راد. إن شاء الله تعطينا وقت كفاية حتى نرجع على المخيم الأساسي لهون على البيس كامب قبل ما توصل العاصفة اللي عم نحكي عنها. الساعة 10 وصلنا على المخيم الأول، صار لها بركي شي ساعتين عم تتلج على الطريق. هون تلج لحلق ندوي بمي نشرب ونفوت على الخيم ونرتاح حتى بكرة على بكرة الصبح ننطلع على المخيم الثاني. التلج منه مزعج بس بخوف بالنسبة للأفالانش انزلاء. أنا عم صلي إنه يصير في انزلاء قبل ما نطلع على المخيم الثاني حتى يكون نظيف الجبل وما عاد في تقل عليه. إن شاء الله خير. الساعة صارت 11:30 بعدها عم تطلج برا، يعني الخيمة من برا مي مش قادرين نحط عليها السك أكوشاج كيس النوم حتى يعزل الحرارة، مشان هيك جوات الخيمة حريق. الحرارة 55 درجة مئوية. العيشة على 6000 متر منا هينة أبدا، برا ما بينقعد وجوا ما بينقعد. الله يقضي هالكم يوم على خير وسلامة. فعلا شي بيقيس، أكثر من دزينة بعثات من مختلف البلدين تركوا الجبل ورجعوا على بلادهم لأنه فقدوا الأمل. منهم الفريق السويسراني المدعوم من الساعات رولكس، منهم الفريق الكوري. فعلا السنة في كتير 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 تلج وخطر الانزلاء موجود دايما. إن شاء الله تقضى على سلامة بالنسبة لألينا. الساعة 6:30 هلأ لو وصلت على المخيم الثاني. الساعة 2:00 قررنا نمشي، كل البعثات رح يمشوا سوا مثل ما الله بيريد. كانت الطريق صعب كتير لأنه تلج جديد وغميق مع تقل على الظهر، صعب تفسركم قديش كانت صعبة. قدرة فات على الخيمة مع هيرو، بقى أنا أخذت خيمة لحالي
أرض غميق كتير، شي 80 سنتي أو متر في جورة، بس ما عندي المروة ولا القوة إنه شيلها وزبطها. لح قدر الإمكان هلأ أسخن ماي، أشرب شي سخن، دفي حالي، فوت بلسك أكوشاج ونام. إذا الظروف هالقد صعبة للمخيم الثاني، الله بيعلم شو بتكون للمخيم الثالث. بس كمان معقولة ما تكون هالقد صعبة، معقولة يكون في ثلج أكتر هون من فوق. الله يقدم لي في الخير لبكرة. تصبح على خير. الساعة 1:30، يعني تقريبا 6 ساعات من وقت ما تركت هون. ظروف التلج صعبة كتير، التلج غميق، بقى صعب واحد يمشي فيه، والأهم من هيك انه خطر الانزلاق كبير كتير. هيدا هو الجابانيز كولوار، ومثل ما شايفين من الحذر كتير، وفوقنا ما فينا نشوف ولا نسمع شو عم بصير. يعني إذا نزل انزلاق بيكون خطر جدا علينا. صار في انزلاق علي، الحمد لله مهمين كثير، بس بضل بخاف الواحد إنه شيء كبير ينزل من فوق، وإذا شيء كبير نزل من فوق ما حدا بضل طيب. أفالانش رهيبة صارت قدامنا هلا، شوفوا قديش عريضة تحت، مئات الأمتار، بركي أكثر من كيلومتر، وبعده عم ينزل من فوق تلج. بتمنى التوفيق لكل زملائي، رالف، جيرليندي، هيرو، قدرة علي، وبيتر يلي كفوا. هلا أنا بأكثر من نص الطريق بين المخيم الثاني والمخيم الثالث، زملائي فوقي، ما في حدا تحتي، والطريق للمخيم الثاني لأرجع أنزل طويل كتير. فعلا ما بعرف شو بدي أعمل. هون حدا وقع كفوفه، ما في قوة يرجعوا يوقفوا. بركي لو أنا تركت على الوقت، لو عارف إنه امبارح رالف قال لي إنه ما نمشي الساعة 7، كنت تركت معهم وكنت بكون معهم على الجابانيز كولوار، وبركي كانت الظروف تتغير. أنا أهين لي أطلع على المخيم الثالث يلي هو 200 متر أعلى مني، من ما أرجع أنزل هلا على المخيم الثاني يلي هو أكثر من 600 متر تحتي. صدقوني قرار صعب كتير، ولكن لأنه في كتير تلج والظروف صعبة قررت أرجع أنزل. بعثتي بتنتهي تقريباً هون، بعد ما أنزل على المخيم الأول وبعدين على المخيم الأساسي، وصدقوني معي كتير 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 غراض، يعني مع بالقليلة 30-35 كيلو على ظهري أنزل، ما رح تكون هينة، بس إن الله راد هلأ لشي 10-12 يوم بكون ببيتي مع عائلتي وولادي، ومنكون نسينا هالسنة هون بالكاراكورام يلي صعب كتير. اليوم أول نهار منقضيه بالمخيم الأساسي بيس كامب من بعد ما رجعنا من الجبل. امبارح بالليل قدرة علي يلي هو الهاي التيتيود جاد يلي طلع مع البعثة على الأمي على جاشبروم 1 ما قدر نام كل الليل. اليوم على بكرة عم بيطلع، في عنده إصبع واحد بإيده راسه مسود ومجلد، بس كل إجره اليمين ورماني ومسودة وكل أصابيعه مجلدين. كمان هلأ إجينا خبر من البعثة الفرنسوية، في عندهم شخصين على الجاشبروم 2 طلعوا يطلعوا على الأمة أولت مبارح، ولليوم ما عندهم أي خبر عنهم.
بقى عم بيسألوا عنه. فهمنا نعرف انه في شخص قتل على جاشبروم واحد الاسباني خوسيه. زميلهم خوسيه وصل للأمة وبقى معهم على الأمة شي ساعة، بس هو نازل غلط غلطة زحط وقع غلطة فوق ما بتزامح أبدا، لأنه ضل نازل نزول شي 800 متر وصلوا له شافوه تلفنوا لبيو ودفنوا مطرح ما قتل مطرح ما وقف تحت.